قوليلي الفتحة دي شايفاها فين؟ طب دي؟ هي ما بتسمعش؟ لا هي ما بتشوفش، أقصد هي خجولة وكتومة جدا يعني، ما تاخدش على الناس بسرعة. شايفة؟ أتاريها بتستأذن. أدب. يمين. شمال. يا ريت. طب أنا طيب أستأذنك، ممكن تقوم وتقعد تاني لا تكون مهنجة ولا حاجة؟ قولي أنت عملت عمليات قبل كده؟ البواشير مثلا، شلت حنجرة، رباط صليبي مثلا، جالك فيروس، تعبت يعني؟ مش بتعب. ايه انت هتحسد نفسك ولا ايه؟ وبعدين ايه مش بتعب دي؟ انت انسان آلي. ايوه. سيادتك زي ما تقول هو رياضي، طب حافظ على صحته جدا، وبعدين فيجيتيريان، في فيجيتيريان في الدنيا بيتعب؟ طب انت بتشتكي من ايه؟ يعني ايه المشاكل اللي عندك؟ بسخن، بنسى، بهنج، بفصل، بزيق. ايه؟ بتزيقي؟ طب وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ سارة بتزعقلي. هو في حد في الدنيا ما بيجيلوش فيروس؟ عندي انتي فيروس. يا ستي انا قصدي يعني في حاجة بتوجعك، عملتي عملية قبل كده؟ لا. بص احنا محتاجين عينة بول، خد الكوباية دي اعمل فيها. مش بعمل. انا بعمل. اوكي. والله العظيم دي معجزة ان الورق ده كله يخلص في يوم واحد. معجزة ايه؟ دي بطاقة مش رخص. بقول لك ايه يا استاذ؟ انا لولا الباشمهندس علاء قال انك محتاج ورق للشيء دوت، انا ما كنتش جيت هنا هوت ولا خرجت من بيتنا. بلاش اعرف بقى، اتكل على الله. مهندس ايه ده؟ ده لا عارف يعديني الليفل ولا عارف يخرج شريط من الفيديو. مهندس قال. انت عامل كده ليه انت كمان؟ عامل زيك. طب البس يا اخويا بسرعه عشان نلحق نروح للضابط. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5 على 6.